بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي وأحبابي طلاب مدارس المدينة الأكاديمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لدروس الرياضيات للصف الثاني الابتدائي، راح ناخذ اليوم درس جديد وهو أحل المسألة أمثلها. إذن درسنا اليوم هو أحل المسألة أمثلها. إذا درسنا هو أحل المسألة بطريقة تمثيلها. فكرة الدرس أني أحل المسألة بتمثيلها، يعني يكون عندي سؤال أمثله طبعا في الواقع ونشوف هل هو صحيح أم غير صحيح. لاحظ هذا السؤال، دعنا نفكر فيه. مع فيصل كوب من الحليب، أما مع جابر علبة من الحليب، وكل منهما يعتقد أن معه أكثر من الآخر. إذا كل واحد اللي هو فيصل وجابر يعتقد أن معه أكثر من الآخر. طبعا لاحظ أنه هذا إيش؟ فيصل، أما هذا هو جابر، لأنه مع فيصل الكوب ومع جابر هو علبة، وكل منهما يعتقد أن معه أكثر من الآخر. من منهما على صواب؟ هذا هو المطلوب. طبعا طرق حل المسألة نعرفها، مرت معنا كثير. أول خطوة هي أفهم. كيف نفهم المسألة؟ من خلال معطيات المسألة، أن معك جابر زي ما شفنا، مع فيصل كوب، ومع جابر علبة. طبعا نضع خطا تحت الإيش؟ المعطيات، حتى نستطيع أن نحل المسألة. إذا الخطوة الأولى معطيات المسألة نضع عليها خط، أما المطلوب فنحوطه. إذا المطلوب أحوطه، والمطلوب هو أيهما على حق، مين الكلام صحيح. طيب نأتي إلى الحل. طبعا أخطط لحل المسألة باستخدام إيش؟ كيف سأحل المسألة؟ طبعا ما عندي طريقة إلا أني أمثلها، لأنه قريبة من بعض اللي هي إيش؟ الوعاءين قريبة من بعض اللي هي الكوب مع العلبة. إذا راح أحل المسألة بطريقة تمثيلها. الخطوة اللي بعدها أحل، طبعا بعد ما أمثل المعطيات والمطلوب. طبعا الآن لاحظنا أنه العلبة تتسع إلى 10 ملاعق، أما الكوب يتسع إلى 15 ملعقة. طبعا أي الوعاءين يتسع إلى عدد أكبر من الملاعق؟ من خلال التمثيل يتضح لدينا أن الكوب يتسع أكثر. إذا الكوب يتسع أكثر، إذا من الذي على حق؟ طبعا فيصل. طبعا علبة الحليب والكوب بإمكانك تمثلها عندك في البيت، لأنه تختلف من مكان إلى آخر، ممكن يكون العلبة أكثر شوية، يعني من 10 ممكن تكون 11 12 وهكذا، بإمكانك تمثلها في البيت وتأكد. الآن أتحقق، أعود وأتحقق هل إجابتي معقولة؟ نعم، إجابتي من خلال تمثيل المسألة تكون إجابتي معقولة. الآن أتذكر أن خطوات حل المسألة 4 خطوات، الأولى أفهم، الثانية إيش؟ أخطط، الثالثة أحل، الرابعة إيش؟ أتحقق. إذن عندي 4 خطوات. الآن أحاول أن أحل المسألة بهذه الخطوات الأربع. لدينا مسألة، أحل المسألة بتمثيلها. يقول سليمان إن 16 كوبا ورقيا صغيرا تساوي سعة إبريق واحد، فهل سليمان على حق؟
طبعا الإجابة طبعا راح تكون، ما رأيكم؟ هل 16 كوبا ورقيا تساوي إبريق؟ طبعا الأغلب راح يقول لا. إذا لا، لأن الإبريق أقل من 16 كوب. الآن في عندي مسألة جديدة. نقل أحمد مغرفتين، لاحظ هذه مغرفة، مغرفة ماء، وهذه ملعقة. أما إبراهيم فاستعمل ملعقة لذلك، فكم ملعقة من الماء يجب على إبراهيم أن ينقل ليصبح لديه مقدار مغرفتين من الماء؟ طبعا نحاول نمثل هذه المسألة، والمعطيات طبعا نقل أحمد مغرفتين من الماء فاستعمل ملعقة، فكم ملعقة؟ هذه كلها معطيات، المطلوب هو السؤال، فكم اللي هي السطرين الأخيرات، فكم ملعقة من الماء يجب على إبراهيم أن ينقل يصبح لديه مقدار مغرفتين من الماء؟ طبعا لما نمثل المسألة راح نتأكد إن ليش من الإجابة. نلاحظ أن طبعا اللي يمثلها في البيت المغرفة الماء والملعقة، تجيب ملعقة وتعبي موية في المغرفة وتشوف كم ملعقة. نلاحظ أنها لدينا 4 ملاعق، إذا لدينا 4 ملاعق. أتدرب طبعا، عندي أحل مسألة أيضا بتمثيلها. تريد رنا أن تختار ما بين كأس ماء أو قارورة ماء، هذه المعطيات. المطلوب أساعد رنا على اختيار الوعاء الذي يتسع أكثر. برأيكم ما هو الوعاء الذي يتسع أكثر؟ نأتي بالوعاءين طبعا، ثم نفرغ مثلا القارورة في الكأس حتى نتأكد أن القارورة، نلاحظ أنها تسع أكثر من خلال أنها تطفو أو تزيد كمية الماء على الكوب طبعا خلال التجريب أو خلال تمثيل المسألة. إذا ممتازين، إذا قارورة الماء أكثر. الآن أحاول أني أحل المسألة بتمثيلها من خلال، طبعا عندك في المنزل إن شاء الله تستطيع أن تحل المسألة هذه. وبكذا نكون انتهينا من الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.